بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم جميعا أعزائي المشاهدين، أخواني الكرام، رحب بكم أجمل ترحيب بهذا اليوم، يوم الأحد الموافق 22 من شهر أبريل لعام 2024 للميلاد، حيث نقلكم فعاليات هذا السباق المقام اليوم بميدان عبري من محافظة الظاهرة. هذا السباق الذي يأتي أيضا بدعم وتوجيهات من جلالة السلطان حفظه الله، ودعم أيضا من شركة عمان شل، دعم للمجتمع المحلي وأيضا المهتمين رياضة سباقات الهجن. أعلنت قبل قليل انطلاقة الشوط الأول الرئيسي للفطامين الأبكار الصعوب. أذهب مباشرة للمركز الأول سلابة محمد بن سليمان الساعدي، من تتقدم الأسماء إزعاج عبد الله بن حميد الخميسي بالمركز الثاني. المركز الثالث وصلت الشايبة أحمد بن محمد بن ناصر الدرعي، والمركز الرابع الشاهينية حمد بن حميد بن منصور الدرعي. لكن نعود للبداية، الأربعمائة متر الأخيرة، أحمد بن محمد بن ناصر الدرعي من تغير مجريات الأمور باللحظات الأخيرة، تقترب من لحظة الفوز والانتصار، بينما المركز الثاني سلاب محمد بن سليمان الساعدي، بينما أحمد بن حميد الدرعي المركز الثالث. لكن خلاص الشوط الرئيسي للأبكار الصعوب يذهب لأحمد بن محمد بن ناصر الدرعي عن طريق الشايبة اللي فازت بنقطة أول الأشواط في سباق هذا اليوم. هذه لحظة الوصول إلى خط النهاية، معلنة بذلك الفوز والانتصار. تهانينا والناموس لأحمد بن محمد بن ناصر الدرعي، بينما المركز الثاني أيضا سلابة محمد بن سليمان الساعدي، والمركز الثالث الشاهينية حمد بن حميد بن منصور الدرعي. هذه النتيجة للثلاث المراكز الأولى. تهانينا والناموس لأحمد بن محمد بن ناصر الدرعي بمناسبة فوز الشايبة، حصولها على المركز الأول بالشوط الرئيسي للفطامين الأبكار الصعوب بأول أشواطنا الصباحية بهذا اليوم.